لا أجر نبغي لا وساما لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوى واية ووسيلة، ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي أعزائي، مع المحاضرة الأخيرة في البلاغة الصف الثاني الثانوي من أساليب التوكيد أسلوب القصر. لقد شرحنا قبل ذلك في المحاضرة السابقة أساليب الإنشائية والخبرية، وننتقل في هذه المحاضرة إلى أسلوب القصر. طلابي طلاب الصف الثاني الثانوي، كل عام وأنتم الخير لمصر. أسلوب القصر أحبائي هو أسلوب، إذن هو يتكون من أشكال، ولكن لابد أن نعلم أن أسلوب القصر من أساليب ومن طرق التوكيد. فهناك توكيد بالحروف، وهناك توكيد بالكلمات، وهناك توكيد بالأساليب، وهناك توكيد بالإطناب، وهناك توكيد بالقسم، وهكذا أحبائي. فهذا من طرق التوكيد. فمما يتكون أسلوب القصر؟ أولا ببساطة جدا، ويتكون من المقصور والمقصور عليه وأداة القصر، فهذه الأركان الأساسية، ولكن أساسه المقصور والمقصور عليه. فعندما نقول مثلا قصر صفة على منصوف، أو قصر منصوف على صفة، مثال ذلك في قصر الصفة المقصور، أقول ما شاعر إلا شوقي، وما شوقي إلا شاعر. فبالتالي أو من هنا نجد أن الشاعر هو شوقي وشوقي هو الشاعر، فأيهما أقصر؟ هذا ليس المشكلة. إذن يهمني عندما يطلب مني استخرج أسلوب قصر وبين وسيلته أو وبين طريقته. هناك طرق وهناك أدوات تخبرني أن هذا أسلوب قصر. يجب أن نتعلم معا كيف نستخرج أسلوب القصر عن طريق أدواته أو عن طريق طرقه. فيقول مثلا عندما يطلب منك استخرج أسلوب قصر، تبحث أولا عن إنما. فإذا وجدت جملة فيها إنما، أقول إنما سمي الصديق من الصدق، إنما المؤمنون أخوة، هكذا. عندما أجد إنما، هذه أداة يقول لك استخرج أسلوب قصر، وبين أداتي تقول إنما. أسلوب القصر كله إنما سمي الصديق من الصدق. ومن طرقي أيضا العطف ببل ولكن ولا. فالأمثلة واضح، يصدر القمح بل القطن، أو لا يصدر القمح بل القطن. اشغل نفسك بعيوب الناس لتعيوبك، صاحب الاخيار لا الاشرار. هنا اعراب كل هذه الكلمات عاطفه، ولكن العطف اداه العطف هنا هي الجديده عليكم، فانتم تعرفون العطف بلكن وبل ولا. فهذا هذه الطريقه او طريقه القصر بهذه الادوات او بهذه الاحرف العاطفه هي تدل على التوكيد والتخصيص، وهذا هو سر جمال اسلوب القصر او الهدف منه او فائده اسلوب القصر. ومن طرق ايضا القصر هم خمسه حبايب: التقدير لما حقه التاخير، فقد يتقدم الجر والمجرور او الخبر عن المبتدا او المفعول به على الفعل. فنقول مثلا فيك الخصار، هذا تقديم، وهنا ايضا لله الحمد، واياك نعبد واياك نستعين. اياك هذا ضمير مبني في محل نصب مفعول به، اياك نعبد. إياكم أعني، إياكم أشرح، يعني لكم أشرح. وأيضا من طرق القصر أحبائي تعريف المبتدأ والخبر، أقول أنت الخصم والحكم، أنتم الأفاضل، أنتم المتفوقون، وهكذا. لتعريف المبتدأ والخبر يكون طريقة من طرق القصر للتخصيص والتوكيد. ومن أدوات أيضا القصر أحبائي النفي النفي والاستثناء، واسلوب الاستثناء الذي درسناه في بدايه العام الدراسي، عندما يكون هناك نفي مثل ما، واداه استثناء مثل الا، لم، غير، لن، سوى، لا، هكذا احبائي. فمثال ما متفوق الاك، الكاف هنا انت، بمعنى انت، الا انت، يبقى ما متفوق الا انت، وما محمد الا رسول صلى الله عليه وسلم، لم يرسم اللوحه غيرك، لم يرسم اللوحة غيرك، هنا لم وغير، إذا يعطي أسلوب قصر وحصر. لا يصعد سلم المجد عداك أو عداكم، إذا عدا من أدوات الاستثناء.
ليس هناك سوى التفاؤل، هنا ليس النفي وسوى الاستثناء، هذه الطريقة التي تدل على أن هذا أسلوب أصل. يبقى خمس طرق أحبائي كما ذكرت لكم، فعندنا أولا إنما تقديم وتأخير، عندنا أيضا العطف بلكن وبل ولا، وعندنا تعريف المبتدأ والخبر. هذه أشهر طرق القصر أحبائي أعزائي. مناقشة، هذا كلامي وذا حظي، فيا عجبا مني لثروة لفظ وافتقار يدي، ولي وإن هاجت الأحقاد قلب كقلب الطفل يغتفر الذنوب. تذكر إنما أنت مذكر، يبقى عندك إنما، ولي وإن هاجت الأحقاد قلب، يبقى قلب لي هنا تقديم وتأخير، انظر قلب مبتدا مؤخر ولي شبه جملة قمر المقدم. ما فهمت بل حفظت، هنا ما فهمت بل حفظت، هنا استخدمت ما أداة نفي، ولكن هنا العطف ببل هو سبب القصر. إذا حدد الأسلوب ووسيلته، وبين الغرض البلاغي هو التوكيد والتخصيص أحبائي، الغرض دائما هو التوكيد والتخصيص. وما توفيقي إلا بالله، إذا ما وإلا يعطوا أسلوب قصر، ووسيلته النفي والاستثناء. أنتم الأفاضل بيننا، إذا هنا وسيلته هو تعريف المبتدأ والخبر. عين العبارات المؤكدة وبين وسيلة التوكيد. قل للذي أحصى السنين مفاخرا يا صاحي ليس السر في السماوات، يا صاحبي أيضا، بمعنى يا صاحبي ليس السر في السماوات، لكنه في المرء، هنا لكن عطف بلكن اهو، لكنه في المرء كيف يعيشها، في لحظة أم في عميق سبات. السر هنا هل يعيش الإنسان في لحظة أم في عميق سبات. ما العمر إلا بالمآخر، أيضا هنا النفي والاستثناء أحبائي، ما العمر إلا بالمآخر فارغ كالبيت مهجورا كالمميوات. يبقى العمر يكون بالمآثر الذي تؤثر عنك، هكذا أيضا الجملة الأخيرة أحبائي، قد يجد الجبان 36 حلا لمشكلته، ولكن العطف بلكن هنا لا يعجبه سوى، لا نفي وسوى استثناء، نعم لا يعجبه سوى حل واحد وهو الفرار لجبان. لذلك أحبائي وأعزائي نقول قد انتهينا من أسلوب القصر ومن منهج البلاغة، أشكركم على حسن استماعكم لي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.